بسم الله. دلوقتي انا عندي غرفة سريعة هات، وعايز ابدأ احط الفرنتشر فيها. اهو احط له بس ارضية فلور، اختار ان ارسم ارضية سريعة، ان انا مجرد ان انا احط في نقطة هو يعمل لي الارضية كلها. ومن هنا اقول له باونس تولز واقول له اعمل لي سمارت سيمبل وابدا اختار. تمام، ممكن في اي وقت احدد مسار جديد. دي الحاجات الاكسترنال باص، احدد مسار يكون فيه الاوبجكت بتاعتي. ممكن اي اوبجكت الاقيه كويس او انا عايز استخدمه في الشغل مجرد اعمل عليه سيلكت واقول له اوكي وابدا احطه في اي مكان انا عايزه، وليكن مثلا بالشكل دوت. تمام، اي حاجه من الحاجات ديت انت شايفها كويسه مجرد بس هتعمل على سيلكت وتبدا تحطها في البلان عندك، وليكن مثلا الاضاءه ديت اعمل على سيلكت واقول له اوكي وابدا اشوف انا عايز احطها فين.